بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين قوله: فأتوا قول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: من قبل الطهر، ولا تأتوهن من قبل الحيض. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: من قبل التزويج، من قبل الحلال. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مجاهد: فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين، وليس ولا من المتطهرين. قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم اجعلنا منهم. أخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: إن الله يحب التوابين، قال: من الذنوب، اللهم إنا تبنا إليك. ويحب المتطهرين، قال: بالماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك، نعوذ بالله من كل شرك يحول بيننا وبينك يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك من كل أنواع الشرك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين. وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه رأى رجلا يتوضأ، فلما فرغ قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقال: إن الطهور بالماء حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وأخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا تطهر قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأخرج القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ثم تلا قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل: يا رسول الله، وما علامة التوبة؟ قال: الندامة. وأخرج وكيع وعبد بن حميد
وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن الشعبي رحمه الله قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، ونتوب من كل ذنب أذنبناه ظاهرا أو باطنا، سهوا أو عمدا، قديما أو حديثا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم إنا تبنا إليك. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن قتادة رحمه الله قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: أصب الماء على رأسي وأنا محرم؟ قال: لا بأس، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه رحمهم الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت، جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وأخرج سعيد بن منصور والدارمي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر رضي الله عنه أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة: إذا كان ذلك في الفرج. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير عن مرة الهمداني أن بعض اليهود لقي بعض المسلمين فقال له: تأتون النساء وراءهن كأنه كره الإبراك، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: نساؤكم حرث لكم الآية. فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا وأن شاءوا، من بين أيديهن ومن خلفهن. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن مرة قال: كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم الآية. وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد أن يأتيها، فقالت: لا، إلا كما نفعل. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي قائما وقاعدا ومضطجعا بعد أن يكون في صمام واحد. وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي
حدثه أنه بلغه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر إني لآتيها وهي باركة. فقال اليهودي ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكن إنما نهتيها على هيئة واحدة، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. وأخرج وكيع وابن أبي شيبة والدارمي عن الحسن رضي الله عنه قال كانت اليهود لا يألون ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله تعالى أن اليهود كانوا قوما حسدا، فقالوا يا أصحاب محمد إنه والله ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، فكذبهم الله تعالى فأنزل الله قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فخلى بين الرجال وبين نسائهم. يتفكه الرجل من امرأته يأتيها إن شاء من قبل قبلها وإن شاء من قبل دبرها، غير أن المسلك واحد. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله قال قالت اليهود للمسلمين إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضهم بعضا تبركوهن، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ولا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال ذلك أن اليهود عرضوا بالمؤمنين في نسائهم وعيروهم، فأنزل الله في ذلك وأكذب اليهود وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم. وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رحمهم الله تعالى قال كان عبد الله بن عمر يحدثنا أن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهن موليات، فقالت اليهود من جاء امرأته مولية جاء ولده أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب من طريق صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن في فروجهن، فأنكرن ذلك، فجئنا إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرنا ذلك لها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن ثابت رحمه الله قال سألت حفصة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن فقلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه،
قالت سل يا ابن أخي عما بدا لك، قال أسألك عن إتياء النساء في أدبارهن، فقالت حدثتني أم سلمة قالت كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان الولد أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبؤوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوها لي، فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا، قال والصمام السبيل الواحد. وأخرج في مسند أبي حنيفة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتتها فقالت إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في صمام واحد. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسن والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والخرائطي في مساوئ الأخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة فلم يرد علي شيئا، فأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل إني أحب النساء وأحب أن آتي امرأتي مجبية فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجل نساؤكم حرث لكم الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وأخرج ابن راهوية والدارمي وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم.
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فشري أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يقول: مقبلات ومدبرات، بعد أن يكون في الفرج، وإنما كانت من قبل دبرها في قبلها. زاد الطبراني رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابن عمر في دبرها، فأوهم ابن عمر والله يغفر له، وإنما كان هذا الحديث على هذا. وأخرج عبد بن حميد والدارمي عن مجاهد رحمه الله قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتون في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي رحمه الله تعالى قال: بين أنا ومجاهد رحمهم الله جالسان عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال: بلى. فاقترأ: ويسألونك عن المحيض، إلى قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: من حيث جاء الدم، من ثم أمرت أن تأتي، من ثم أمرت أن تأتي، من ثم أمرت أن تأتي، يعني امرأتك. فقال: كيف بالآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أي ويحك، وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا، إذا شغل منها هنا جئت منها هنا، ولكن أن شئتم من الليل والنهار، لا من حيث ما حرم الله. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: ظهرا لبطن كيف شئت، إلا في دبر والحيض. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح رحمه الله في قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إن شئت فأتها مستلقية، وإن شئت فمنحرفة، وإن شئت فباركة. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: أتوا النساء في أقبالهن على كل نحو. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فظننت أن ذلك لي حلال، فقال: يا لكع، إنما قوله أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة
في أقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوا حرثكم، قال: منبت الولد. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ائت حرثك من حيث نبته. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها كيف شاء ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض. وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني بالحرث الفرج، يقول: يأتيه كيف شئت، مستقبله ومستدبره، وعلى أي ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قول من حيث أمركم الله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن تؤتى المرأة في دبرها، ويقول: إنما المحترث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض. ويقول: إنما أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول: من أي وجه شئتم. وأخرج الدارمي والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها قائمة وقاعدة ومن بين يديها ومن خلفها، وكيف شاء بعد أن يكون في المأتى. وأخرج البيهقي في سننه عن مجاهد رحمه الله قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال: أتها من حيث حرمت عليك، من حيث يكون الحيض والولد. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج. وأخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عكرمة فقال: يأتيها كيف شاء، قائما وقاعدا وعلى كل حال ما لم يكن في دبرها. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي والبيهقي عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: آت امرأتي كيف شئت، قال: نعم، قال: وحيث شئت، قال: نعم، قال: وأنا شئت، قال: نعم. ففطن له رجل فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها، فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رحمهم الله تعالى قال: قلت يا نبي الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال: حرثك أن شئت، غير ألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها. وأخرج الإمام الشافعي في الأم وابن أبي شيبة والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرق عن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: حلال، أو قال: لا بأس. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في
في أدبارهن. وأخرج الحسن بن عرفة في جزئه وابن عدي والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأت النساء في حشوشهن. وأخرج ابن عدي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا محاش النساء. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.